انه انا راه الوطنيه في دمي من اصلي من جدري مني كامله باش يجي واحد ولا حريه البطره ما غنسمحش بها. والاخت الفنانه اللي مشات كتكلم فيه وكتقول كتبادل الدواسه وكتكلمي عليا خليك بعيد، لانه سعيده شرف ملي كتدافع بالوطنيه وهز الرايه كتجري في البلاد انت راه باقي واقيلا ما كتعرفيش حتى ديري حتى شي حاجه. فكنتكلم معاك وانت الاخ اللي مشيتي وقلت لك غادي نهدي لك ورده ومشيتي كتقول عليا بقره، كنقول لك كلام اخر كبر من هذا الشيء لانه غنعلي معك المستوى. سير الله يعطيك شي ولد بنت الناس يسترك، حسن حسن لك، لانه كلامي دابا غيكون اقوى، لانه اي واحد غيمسني في وطنيتي اقسم بالله اي حاجه تكلموا فيها داك الشيء ديال الحمامات ديالكم وقالت فلانه وداك الشيء غطلعوا في طوندونس. الناس كتبان باعمالها ماشي كتطلع ورينا اش درتوا، يلا طلعوا ورينا في طوندونس في الاغاني. الناس راه طالعين ما نعرف فين وصلوا، وانتم انا قاعده كندور في جوالاتي والناس جالسه شاده الراحه ديالها وفقط ما عندها غير تخبعوا ورا الكونت، ها عصير ها ما نعرف اش، ها حشومه هذا الشيء حشومه حشومه حشومه. 2019 والمغرب والناس باقيين شاد المستوى، بركه غير مقاتله وهذا قتل هذا هذا دار هذه هذا اغتصب هذا وزايدين حتى انتم لا اله الا الله شادوا من هذا. راه الفن راه الناس كانوا هما اللي كيتوجهوا له باش كيبردوا الدنيا وكتولي الدنيا راقيه ونقيه، ما عرفتش. اما اللي غيعيبني في شكلي يشوف راسه هو اللي كيدير الماكياج. المستوى الخايب والمستوى الشوارعي راه اي انسان فيه واحد الكوتي كيقدر يبينه في هذا المجال، ولكن كنحاولوا نرقاو لانه كيف ما كان الحال واخا انا بنت الشعب وتربيت بنت الشعب راه والدي قراوني، بما انه قراوني خاصني يبان عليا شنو داروا شنو المجهود ديالهم باش انا قاعد نتعاطى ونقول فلانه ثور وبقره وهذا المستوى وتعاطينا الدواسه وحنايا الشنطان وحنا كنديروا شاد الكلام هذا شاد المستوى شاد الشيء. انا ما عرفت كاع فين وصلت البلاد والله شاد المستوى. راه قادره نجاوب ما نعرف باش من طريقه واش هاد فاطمه التاوي الخايبه، هاد رقيه خايبه، جميله بداوي خايبه، هاد يوسف الزروالي خايب، سعيده شرف خايبه، سلمى رشيد خايبه، ابتسام تيسكات خايبه، هاد العالم كامل خايب غير انت اختي اللي زينه. او انا راه ما كنخاف لا من داك جيش فلان ولا ما جيش فلان. شتي انا ضلي تكلموا وقولوا بقره، قولوا تزوجت، قولوا طلقت، تقولوا ما نعرف اش دارت. سعيده شرف ما عندكمش منين تدوزوا لها، لانه سعيده شرف معروف عليها ونتحداكم. ما عمرها كمات، ما عمرها شربت، ما كنمشيش بلايص الخايبين لانه ما عندكم منين تشدوني. قلتوا منين غنشدوها؟ نقطه الضعف ديالها هي الوطنيه، خليتوني مشيتوا كدوزوا بطريقه غير مباشره. هادشي مفضوح وباين. باين شكون؟ واش نتوما كتقولوا كتبادلوا الدواسه والصباح صباح مون بيبي حمزه مون بيبي كنا طوم بيبي حاط هذا الشيء ديالك حشومه هذا الشيء باين اللعمة. انا حذاري لانه انا اللي كنطالب دابا بتحقيق وانه كل شيء يستدعى باش نعرفوا فعلا شكون الوطني وشكون الانفصالي. واعتقد كيف قلت لكم راه كاينه قانون في البلاد وراه من اقوى 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 المخابرات في العالم هما المخابرات المغربيه، فهم اللي غيعرفوا. فما يمكنش فانت الان كطعني في وسامي وانت كطعني في شخصيتي وكطعني في هويتي، فما بقيتش عارفه بانه تحديد الهويه ولا في كونت حمزه مون بيبي، وما بقيتش. وبعد التناقض واحدين كيقول لك ماشي صحراويه وانتم دابا كتقولوا انفصاليه، شنو التناقض هذا؟ يعني بالعقل حد واش انفصالي ولا لا، حد واش كذا ولا كذا، ما عرفتش. يعني جلسي عوجه وتكلمي مقاد، وانت جلس عوج وتكلم مقاد، لانه الا موضوع الوطنيه انا دائما ما كنبغيش نجاوب لانه باش الناس ما يقولوش سعيده شرف دخلت الموضوع المعاطيه. يعني بوليداتي بعقلي كيف ما كان راني كبر منك، يعني احترمي غير فارق السن شويه، احترمي اللي بغيتي، قولي شارفه قولي اللي بغيتي، ولكن حشومه حشومه. البلاد فين ما جاوا الناس يلقاوكم انتم قال قلتي ديري تلاهوا في الاعمال ديروا شي حاجه، واش غير كتطفوا شويه كتبغوا تبانوا بالبوز بالصداع وبالمشاكل. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم مرة أخرى.